تمام يا شباب، هاي البروسيجر اللي رح نستعملها في قراءة المفتاح. طبعا هون إذا بتكملوا في المانيوال حاطط لنا دياجرام بورجينا كيف الكبسات معمولها انترفيسنج مع المايكرو بروسيسور. اللي مهم في هاي الرسمة نعرف الادرس هون اللي تبع هاي الديفايس، واللي معطيني اياه اللي هو عبارة عن 0 1 هيكس، رح نشوف بعد شوي في الكود. فبناء على طريقة توصيل الديفايس مع الادرس بس رح يتحدد قيمة الادرس، وهذا الادرس ضروري جدا تكون قيمته معانا مشان نقدر نخاطب الديفايس ونقرأ البيانات من خلاله، زي ما انتم شايفين الانتر كونكشنز كيف معمولها انترفيسنج. تمام، فخلينا نروح على الكود الآن. قبل ما نروح على الكود في شغلة صغيرة، هون في عندي زي سودو كود لعملية السكان، مش رح نخوض في هذا السودو كود، احنا بكفينا الفلو شارت من هون، وبنقدر الآن نروح مباشرة على الكود تبع التجربة. فبذكر المطلوب مرة ثانية انه احنا بدنا نعمل بيانو، هذا البيانو بدنا نستعمل الكبسات تبعات الكيبورد اللي هم الكبسات من 0 ل F، في عملية انه كل ما نضغط على كبسة يطلع عنا تردد، هذا التردد بنبعثه للسماعة وبالتالي بتطلع عنا نغمة معينة. ان شاء الله لما نعمل هاي التجربة رح تكون شغلة مسلية يعني، فواحد بتفائل هيك انه نرجع مرة ثانية على الجامعة ان شاء الله ونعمل كل التجارب هاي. تمام، فأول إشي بدنا نعمله مشان نعمل هذا البيانو، ببساطة بدنا نخلي اليوزر يضغط على كبسة. تمام، بناء على الكبسة اللي بتضغطها بدنا نبعث تردد معين للسماعة. فزي ما انتم عارفين الأصوات هي عبارة عن ترددات، بناء على التردد بيكون الصوت وبالتالي بتكون النغمة عندنا. خلينا نشوف الكود في هاي التجربة. عندي هنا بداية الكود كود سيجمنت، افترض انه جميع السيجمنت هي عبارة عن كود سيجمنت. طبعا احنا حاطين الداتا، قيمة الداتا هون الاريز اللي بنعرفها جوا الكود سيجمنت في المايكرو بروسيسور. هيك بنعمل في الاسمبلي، اللي منكم ياخذ لاب الاسمبلي بيعرف انه احنا بنفصل ما بين الداتا وما بين الكود، بس هي معلومة صغيرة على اساس اللي منكم ماخذين الاسمبلي لاب ليش احنا حاطين هون معرفين الاريز داخل الكود سيجمنت. اجمالا في كلا الجهتين احنا برامجنا صغيرة يعني، وتكون بالغلط مخصص جدا، ففيش مشكلة اذا احنا خلطنا ما بين الكود والداتا. على كل الاحوال معرفين هون two constants speaker SPK رقمها 17 هيكس، هاي عبارة عن الادرس للسبيكر للسماعة، سماعة صغيرة مش كتير يعني، خلينا نقول الصوت تبعها واضح، هي سماعة صغيرة وقادر على إخراج بعض التونز المعينة. عندي كي كمان 0 1، هذا عبارة عن الادرس اللي بدنا نقرأ من خلاله الكي. تمام، فهذول التو ادرسز الآن أصبحوا كونستانتس عندنا. وخلينا نبلش في البرنامج من عند الستارت، موف سورس اندكس ل الاري، لاول عنصر في الاري اللي اسمها frequency. ف move source index offset frequency بمعنى اخلي السورس اندكس ياشر على اول عنصر من عناصر الاري اللي اسمها frequency. طبعا اذا بنطلع هون على الاري frequency بنشوف ان هي عباره عن اري كل عناصرها عباره عن words، define word define word، كل واحد من عناصر الاري frequency هي عباره عن words. تمام، الفاليو لهذا الوورد الموجود هون هو عبارة عن أرقام، هاي الأرقام هي بتناسب الترددات اللي بتخرجها السماعة. احنا مش كثير رح نكون معنيين انه هاي الأرقام كيف أجت أو كيف احنا ممكن نحسبها، لأنه هذا بخص الموديوليشن للسماعة وشغلات بتخص كيف الويف المناسبة توصل بالتردد المناسب ونوع الموديوليشن اللي بوصلها. بالنسبة إلنا احنا هاي أرقام عبارة عن ترددات، ف
العنصر الأول هو عبارة عن تردد الكبسة الأولى، العنصر الثاني هو عبارة عن تردد الكبسة الثانية إلى آخره. هنا نأخذ الأرقام هاي as given. طبعا اللي منكم بيعرف في الموسيقى هون في الكومنتس شايف إنه محطوط هون B C D E F G، طبعا هاي مش أرقام هكساديسمال والدليل وجود الجي هون. هاي عبارة عن نغمات الموسيقى، ماشي، سكيل تبع الموسيقى من A إلى G. اللي منكم بيعرف شو الموسيقى مش مهم، هاي فقط عبارة عن أسماء لترددات، تمام؟ فعنا الأري فريكونسي اللي هي عبارة عن الترددات، تمام؟ وإحنا حطينا السورس إندكس على أول عنصر هون، تمام؟ بما أننا وصلنا هاي المنطقة، في عندي كمان عنصر معرف بايت هون اسمه كي بفر، فقط عبارة عن ون إليمنت اسمه كي بفر، رح نستعمله كتمبوراري ستوريج. فنرجع مرة ثانية على الكود موف اس اي اوفست فريكونسي، تمام، عملنا سيتنج للسورس اندكس كول سكان، ماشي. وهون يمكن يبلش الجزء المهم اللي ممكن يتكرر في التجارب الاخرى، انه كيف انا اقرا مفتاح مشان اتحكم، مش مشان اعمل بيانو، اتحكم مثلا بان اضغط على سبيل المثال على الرقم 5 على الكيبورد يطلع عندي الرقم 5 على 7 سيجمنت. هاي من الشغلات اللي راح نعملها ان شاء الله. فكول سكان، سكان هون عباره عن ليبل، هي موجود هون، فسكان ك معمول كليبل، اذا بدكم كسب روتين او كفانكشن. سكان ان كي to a low، اقرأ الكي ماشي الحال موجود الآن، انقله ل a low. الآن الكي رح يعطينا value، هذا الفاليو رح يشمل قيمة الكي اللي انكبست، وإذا في فلاج ولا فيش فلاج، بمعنى هل اليوزر ضغط على كبسة ولا لا، وشو قيمة شو القيمة الرقمية للكبسة اللي انضغطت. فأول شغلة بدنا نعملها بدنا نفحص هل اليوزر ضغط على الكبسة ولا لا قبل ما نشوف القيمة الرقمية. فبدنا نعمل تيست ALO مع 1 مع هاي الزيروس، تمام. إذا النتيجة jump if not 0، إذا النتيجة مش 0 بدنا نعمل jump less scan continuous loop زي ما حكينا قبل شوي، عبين ما إنه هذا الفلاج يصير 0. لما هذا الفلاج يصير 0 هون ينتقل من الواحد للزيرو، بتصير النتيجة زيرو، ماشي الحال، بطلع أنا من هذه اللوب. فجمب نون زيرو، إذا النتيجة مش صفر ارجع على سكان، إذا النتيجة صفر بدنا نكمل. الآن هون في التكميل في عندي كمان تيست أخرى. التيست شو بتعمل؟ زي ما قلنا التيست بتعمل bitwise ending، بتغيرش الأوبرانتس، فقط بتغير الفلاكس. فالتست الثاني هون زي ما انتم شايفين هي معمولة على هذا البت، البت رقم 5، وزي ما بنعرف احنا انه البت رقم 5 هو خاص في الكيز اللي هي غير من الصفر للاف، جميع الكبسات من الصفر للاف الموست سيجنيفيكانت نبل فيها زيروز، اربعة زيروز هون. فقط لما نروح على هذول الكيز اللي هون بصير عندنا 1، يعني 0001، هذا ال1 موقعه رقم 5 في البايت. فإحنا بدنا نشوف هل اليوزر ضغط على أي واحدة من هذول الكيز، بدنا نفصل في الكيز، بدنا نميز ما بين الكيز. فقط الكيز اللي بدنا نشغلها هي من الصفر للإف في هاي التجربة، هذول الكيز ما بدنا نشغلهم، ولو اليوزر ضغط عليهم بدنا نعتبر إنه اليوزر ما ضغط عليهم ونرد مرة ثانية نعمل كول لسكان ونطلب إنه اليوزر يضغط على مفتاح من الزيرو للإف. وهذا بالضبط اللي بصير هون، فعاملين تيست عشان نفحص احنا هذا الفلاج، تمام. اذا هذا الفلاج كان 1 معناته هو عباره عن واحده من الكبسات اللي انكبست، معناته النتيجه مش صفر، رد ارجع مره ثانيه جمب لون زيرو لسكان مره اخرى. الان راح نخرج من هذول التو لوبس في حاله انه اليوزر ضغط على كبسه من الصفر للاف. فاول شغله بدنا نعملها اند A low مع أربع أصفار، أربع ones. طبعا الأربع أصفار هنا رح يصفروا لي الموست سيجنيفيكانت نبل،
على اعتبار انه في بعض الفاليوز اللي ممكن تكون موجوده في البيتس الموجوده هون. طبعا هاي اكيد لا لانه تصفرت، وهي اكيد لا لانها عباره عن الفلاج، تمام؟ فهي خطوه ضروريه، فبنصفر الموست سيجنيفيكانت نيبل. اللي سيجنيفيكانت نيبل راح يضله زي ما هو، لانه راح نعمل له اندنج مع الونز، واي شيء بنعمل له اندنج مع الونز راح يضله زي ما هو، فقط هدول راح يتصفروا، تمام؟ بعديها موف الو تو بايت بوينتر كي بافر، اللي هي الفاريبل اللي حكينا عنه هون، البايت تمبوراري ستورج الموجود هون، قرر انه يعمله بهاي الطريقه. طبعا لو حدا حابب يخزنه بريجستر اخر ما فيش مشكله، الكي بافر هون هو عباره عن اري اوف 1 اليمنت، ف اري اوف 1 اليمنت ممكن تكون عباره عن، ممكن نستعمل ريجستر بدالها، ممكن واحد على سبيل المثال يقرر انه يعملها بوش على الستاك، ف كل واحد له طريقته. لكن في هذا الكود هو عرفها على 1 element array وقرر انه يخزن القيمة فيها، تمام؟ ف move byte pointer key buffer ماشي to ALO، تمام؟ طبعا الكي buffer اصلا منين اجا؟ جاء من السكان، لانه اخر اشي احنا خزننا ال ALO في ال الكي بافر، بمعنى انه نتيجة الفانكشن سكان هو عبارة عملنا ريتيرن عن طريق الكي بافر. طبعا اخر اشي في الفانكشن في السب روتين هون هو كليرنج للكي، فبعمل كليرنج لهذول الاربعة بيتس وبطلع على الاوتبوت. هاي الخطوة لو ما حطيناهاش مش مشكلة، تمام؟ مش اشكالية كبيرة انه نعمل كليرنج للكي. على كل الاحوال راح نعمل ريتيرن للفاليو اللي هو موجود في الكي بافر، فالكبس اللي كبسها اليوزر الان اصبحت في كي بافر، ماشي؟ الان هون بدنا ننقل هذا الكي بافر على الاي لو، تمام؟ وبدنا نعمل اندنج مع اي اكس مع 000F. طبعا احنا عارفين اساسا انه ال الفاليو 0F اصلا يحتوي على الكي الموجود عندنا، واللي بدنا اياه في هاي الحاله انه نصفر الاي هاي. فالاي هاي ليش بدنا نعمل له دوبليكيشن؟ لانه الكبسات اللي عندنا ممكن تكون من الكبس رقم 0 للكبس رقم F، يعني من الصفر لل 15، وعدد الاليمنتس الاري عندنا هون هو 15، لكن كل واحد من هدول الاري اليمنتس عباره عن 2، فبالتالي مشان ناشر على الاليمنت الصح المفروض انه ناخذ الرقم اللي عندنا نضربه ب 2 وبعدين نضيفه للاوفست، وهذا اللي بصير هون بالضبط. فعندنا هنا كليرنج للاي هاي، اد اي اكس اي اكس، يعني كان بنقول اضرب اي اكس ب 2، بعديها اد اي اكس ل اس اي مشان ناخذ قيمه قيمة اس اي بأشر على اول عنصر، فبدنا ناخذ كأنه بناخذ الاوفست احنا هون عن اول عنصر. بعد ما انه اخذنا قيمة الفريكونسي المناسبة، المفروض انه ننادي على تايمر معين على اساس انه يطلع لنا النغمة لفترة محددة، وهذا اللي بصير عندنا هون من خلال الدي لو. ننقل 30 على الدي لو، اي لو اف اف ننقل عليها، وبعديها بدنا نعمل موف ل word pointer CSSI، هاي هي قيمة الأوفست، ماشي؟ اللي بدنا كود segment SI، تمام؟ بعد ما تحدثت هون بدنا ننقلها على CX، بحيث إنه هاي الفريكونسي يكون لها علاقة في طول اللوب، تمام؟ وهذا عبارة عن الديلي function الموجود عندنا، واللي راح يعتمد الفاليو فيه على قيمة CX، لأنه هون احنا عاملين loop ل CX، تمام؟ هاي loop loop ل L3 بناء على قيمة CX. إذا الكاونتر function ل الفاليو راح ينحط في DX. طبعا في عنا كمان هون كمان يعتمد على دي لول، انحطت هون عندنا 30. فهذا الجزء من الكود هو بخص الديلي فانكشن الخاص بالنغمه، تمام؟ المفروض اذا تطبق هذا الكود على
السيستم المفروض يعملنا زي بيانو. طبعا بعد ما نخلص من الديلي كود اكيد بنرد نعيد الكره من اول وجديد ونعمل جمب تو ستارت. ماشي الحال، هون بنطلع على اوتبوت على السبيكر، بعدها جمب تو ستارت، وهنا جمب تو ستارت المفروض ان نعيد الكره من اول وجديد. تمام. الان شو المهم في هاي التجربه وشو الشغلات اللي خلينا نقول مش راح تتكرر معانا في التجارب القادمه؟ اللي مش راح يتكرر معانا في التجارب القادمه هو هذا. تمام، هاي الفريكوانسيز ماشي، وعمليه الموديوليشن للسيجنالز المناسبه والتايمرز المناسبه اللي تروح على السبيكر، هاي مش راح تتكرر مرة ثانية، راح نعملها فقط مرة واحدة خلال المختبر مشان نجرب كيف بتنعمل، عشان نشوف كيف انه في سبيكر وفي فريكوانسي والى اخره، لكن ما راح تتكرر هاي التجربة معنا مرة ثانية ببساطة، لانه الارقام الفريكوانسيز هون والشغلات الاخرى يعني مش راح نكون بعملية حفظها. تمام، اللي راح يتكرر معنا however الجزء الاهم والمهم في هاي التجربة هو كيف احنا بدنا نقرأ كي، لانه بناء على قراءتنا للكي تمام، وبناء على عملية الفلتريشن اللي بتصير هون، انا ممكن ان اتحكم بكل الديفايسز اللي ممكن ربطها على هاي الكيت. بمعنى اخر، خلينا نفترض عنا فرضية انه بدي اشوف انه هل اليوزر ضغط على الرقم 5 ولا لا. تمام، فاليوزر لما بده يضغط على الرقم 5 بالاول لازم يضغط على كبسة، فلازم يكون له هذا الكود. تمام، الان اذا بدي اشوف ضغط على الرقم 5 ولا لا تحديدا، مش هعمل تيست بهاي الطريقة، بدي اعمل كومبير مع الكود حسب الجدول هون تبع الرقم 5، فنتيجة الكومبير يا اما ترو يا اما فولس، بناء على الترو او الفولس انا ممكن اخذ الديسيجن بانه هل اليوزر كبس الرقم 5 ولا لا. تمام، كثير من التجارب وخاصة في التاسكس اللي بتنطلب في المختبر وخاصة في الامتحانات كمان بيكون الأسئلة مثلا استعمل الكيبورد بحيث انه تضغط على الرقم 1 تضغط على الرقم 2 وتصير في فانكشناليتي معينة. فالمهم في هاي التجربة، اهم عنصر من عناصر في هاي التجربة زي ما حكينا، هو الجزء المتعلق بعملية قراءة المفتاح وتفسير المفتاح القيمة تاعته بناء على هذا الجدول واتخاذ قرارات بناء عليها. تمام، فإن شاء الله منكم قادرين على تطبيق هاي التجربة في المختبر، وإن شاء الله كمان نكون قادرين على تطبيق الجزئيات المتعلقة بقراءة المفاتيح و اتخاذ قرارات مناسبة بناء عليها في المختبر. يعطيكم العافية وبتمنى لكم الصحة والسلامة.